السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم غريبة من أروع ما يكون، لذيذة بزاف، اقتصادية بزاف بزاف، وكتجي غزالة في المذاق وفي الشكل ديالها كما كتلاحظوا معايا، بطريقتين مختلفتين مع كل أسرار النجاح ديالها، وخصوصا الطهي بالتفصيل في الفرن الكهربائي والفرن الغازي. بقاو معايا نشوفوا كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو. المكونات غنحتاجو 3 ديال البيضات، يكونوا حجم متوسط او كبار، مع كاس ونص، نفس الكاس ديال العنبة غنعبرو به جميع المكونات، كاس ونص ديال الكوك ميد، ماشي الناشف تنجح معكم، خصوصا الغريبة ما خاصهاش الكوك الناشف اللي كيكون خشين، نتحكيه بيد قبل ما تشريه، تحسي به ميد دم ورطب شوية، خديه تقريبا واحد 100 غرام او 110 غرام. غنحتاجو كذلك النخالة أو الحمامر الرقيقة، يما كتحيديها من الطحين ديالك يما راها كتباع عند البقال، يعني كاينة ويلو تاني النخالة أو الحمامر الرقيقة، كان نديروها في واحد المقلة وكنبقاو كنحركو نار متوسطة باستمرار حتى كتحمر، ضروري نحمروها باش تعطي مذاق أحسن. ثم كأس ديال العنبة ديال السكر الخشن او سنيده ما يعادل 150 غرام، يعني كنعطيكم بالعبار وبالكاس، ما داش هذا الكاس تعبر بالميزان. كاس ديال الزيت ما يعادل 200 ملل، لعقه كبيره مربى مشمش، كيس من الفانيلا 7.5 غرام، ممكن تستعملوا الفانيلا السائله، و 8 غرام من خميره الحلويات ما يعادل ملعقه صغيره. المربى فهي اختيارية، اللي ما توفرش عندها ما تديروش، الا توفر من الاحسن تدار واحد الملعقة باش كتعطينا التعليكة في الغريبة. طريقة التحضير، اما في قصعة واما في واحد جبانية بحال هكا، كنوضعوا البيض باش نخدموا من الاحسن بالطراب اليدوي، ولا بغات تخدم حتى بالطراب الكهربائي يكون احسن. غادي نوضعوا البيض، واللي بغات تخدم به بيديها طبعا ممكن، وضعوا واحد القريصه ديال الملح، هي شويه فقط، ما كنحتاجش نذكره مع المقادير لان ضروري نضيفوه، وكاس ديال السكر، ثم كيس من الفانيلا، ممكن نسمو الا بغينا بالحامض الا بغينا بالبرتقال اللي بغيتو بطبيعه الحال. غادي نخدموها مزيان حتى كنحسو بها انسجمت والسكر بدا كيدوب، عاد كنتوقفوا، وكيف قلت ممكن نخدموها بالطراب الكهربائي، ماشي درجة انه يبيض الخليط، غير يتخلط فقط. ثم غادي نضيفو كذلك الزيت، الزيت النباتية كأس ما يعادل 200 ملل، ونستمر كنخلط. يعني هاد الغريبة كتوجد بواحد السرعة كبيرة، ما كتاخدش وقت نهائيا، وسهلة وكتجي نتيجة زوينة بزاف، وكما لاحظتوا مقاديرها اللي هي في المتناول. غادي نضيف معلقه كبيره ديال المربى ديال المشماش من الاحسن، باش كيساعد الغريبه ديالنا تبقى رطبه واحد المده، ما كتيبش بسرعه وكتعطيها حتى التعليقه. يعني ممكن طبعا تستغنيو علينا بعض الاخوات ما كيبغيو يجربوا الوصفه وما كيلقاوش بعض المكونات، وانما الوصفه من نعطيكم يعني واحد المكون كيكون من الاحسن اننا نديروه. صافي غنضيف الكوك، كيف قلت لكم كاس ونص ديال العنبه، الكاس ديال العنبه كيهز 70 غرام ديال الكوك، يعني تقريبا واحد 110 120 غرام، ماشي مشكل، واخا تزيد واحد شويه ماشي مشكل. وغنضيف كيس من خميره الحلويات، بطبيعه الحال غنغربلوها لانك ما كتلاحظوا بعد ما كتكون مكوره. صافي وغنخدم هذه المكونات بالطراب اليدوي، ثم نزولو ونجمعوها بالنخالة اللي كتكون بطبيعة الحال محمرة. بالنسبة للنخالة ما بغيش نعطيكم واحد الكمية اللي هي محددة، ان النوعية ديال الكوك، كاين الكوك كيف قلت لكم كيشرب بزاف، الا عطيتكم كمية كثيرة ديال الكوك تجيكم قاصحة وتجيكم حتى الغريبة ما زويناش. لذا تقريبا واحد زلافة ونص ولا 3 الكيسان، المهم هكاك حمروهم وضيفوا شوية بشوية حتى تحصلوا على عجينة تكون معلكة، ما تكونش يعني سايحة وما تكونش قاصحة، يعني بعض الاخوات تيجربوا الغريبه تقول كسحت لي في الفران، خصوصا اللي كتكون بحال هذا الشكل، هذا كتسيح في الفران الا كانت جاريه، او لما كتبغيش تشقق وكتجي قاصحه هكا مكوره، وما كت يعني ما كتاخذش واحد الشكل، كتكون عاوتاني قاصحه اكثر من الجهد.
تحسو بيها كتجمع وفي نفس الوقت كتلصق واحد شوية ماشي بزاف. صافي غادي نستمر بهذه الطريقة، يعني تقريبا واحد 120 غرام ديال هاد النخالة تقريبا. كيف قلت لكم ما نقدرش نعطيكم واحد القدر اللي هو محدد، حتى الحجم ديال البيض يقدر يكون كبير يهز كتار صغير ما يحتاج. المهم نتوما ضروري تعلموا هاد عيني ميزاني، وخا المبتدئات بعض المرات ما كيتنفعش مقدار اللي هو مضبوط. صافي بقاو كنمعكوها مزيان مزيان حتى نحسوا بيها، انسجمت والسكر ما بقاش نهائيا كنحسوا بيه يعني محبب فيها، وكل ما تخدمت كتجي احسن. يعني انا هزات لي ديك الكميه بالضبط اللي درت، صافي غير نحس بيها صافي تعلقت مزيان وتخدمت مزيان. غادي نتوقف وغادي نمشي نشعل الفران الكهربائي والغازي باش نوريكم الطريقات بجوج، لان بعض الاخوات كيلقاو مشكله بس كبيره في الطهي ديال الغريبه. بالنسبه للفرن الكهربائي فكنشعلوه من الفوق ومن التحت، على بحال انا هنايا عندي 250 هي اعلى درجه، فكنشعلها فيها ونخلي حتى كيسخن مزيان، كنديروه من الفوق ومن التحت كما كتلاحظوا من بلا ما نخدم الفرفاره، ونخليه تقريبا واحد 10 دقائق على حسب الفرن حتى كيسخن تماما. في هذه الاثناء نكون كنوجد الغريبه ديالي، كنجيب واحد شويه ديال الماء غير نمسح يدي، ما ندوزوهاش في الماء ولا في الماء مزهر باش السكر ما يبقاش يدوب لينا من بعد ويتحبب لينا فوق منها، غير يدي باش ما تلصقليش فيها. كنحسو بها كتجمع بكل سهوله، كتلصق واحد شويه وانما مجموعه مزيان. كنكرر وكنوضعها في سكر كلاسي يكون سبيسيال، ما يكونش سكر كلاسي عادي، ممكن تحضروه في المنزل انكم تعاودوا تطحنوا مزيان سكر كلاصي وديروا له واحد الكميه من النشا، يعني يكون طحن مزيان باش كتكون النتيجه احسن. كندوزوا هذوك الكرات ديالنا فيه وكنهزوا كميه لا باس بها، وكنوضعوه مباشره في الصفيحه ديال الفرن. انا كيف قلت لكم غنطيبوه في الفرن الكهربائي والغازي، المهم كنوضعوه على حسب الصفيحه ديالكم، اما نضغطوا عليها في صبحها كتجي سبعنا في الوسط كتجي الشكل، او كنضغطوا عليها هكا بالكف ديالنا باش كتجي شكل اخر. حتى الطريقه ديال كيفاش كنضغطوا عليها كتعطي كتخلي الاشكال كتختلف، اولا يعني الشكل الغريبه حبه بين حبه كتختلف حتى في الطريقه ديال التكوار ديالها. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه. وبالنسبه للشكل الاخر اللي ما بغاش ديروه في السكر كلاصي فغدوزوه في نفس الشيء في النخاله اولا في الحمامر من الفوق، هي ما كتبانش مشقه بحال الغريبه اللي كتكون فيها سكر كلاسي، وانتم على حسب الذوق ديالكم. يعني كنقترح عليكم جوج ديال الطرق، ممكن ديروهم بجوج وممكن ديرو طريقه واحده بنفس الكيفيه. غادي نكورها ونوضعها فوق النخاله ونعاود ندوزها فيها ونوضعها في الصفيحه ديال الفرن. وكيف قلت لكم في هذه الاثناء الفران بجوج يعني شعلاهم خصهم يسخنوا مزيان، ضروري ما نسخنوا الفران مزيان عاد ندخلوا له الغريبه بجميع الانواع ديالها الا البهله، يعني اي غريبه كتبغيوها تشقق لينا. كنكرر الماء راه ما كنخدموش بزاف وحنا كنكورو، غير من حسوها بدات كتلصق نعاودو ندهنو يدينا غير بشويه ونعاودو يعني نقصو داك الماء كتير غير شويه جد اللي ما تلصق ليناش. صافي بالنسبه للفرن الكهربائي ف كنردها شاعله غير من الفوق، ضروري ما تبقاش علينا لنا غير من الفوق فقط، ونقصو درجه الحراره تقريبا 160 حتى 170 باش تطيب على خاطرها ما تخطفش لينا، ونبروغراميوها على حساب انا درت هنا 20 دقيقه. الى احتاجت نزيدها شفتها بدات تشقات نحل عليها ونخليها شويه، ما نبالغوش في الطياب ديالها باش ما تقصحش، يعني ما طيبوهاش بزاف غير نشوفوها تشقات نشعلو عليها شويه غير من التحت تشد راسها فقط، يعني ما كطيبش بزاف لان الحمامر محمرين ديجا وغير تجمع بالبيض وصافي. كما كتلاحظوا فهي بدات كتشقق هنايا، مازال تزيد واحد الشويه يعني خليوها على خاطرها ما تزربوش عليها، والعافيه دائما غير الفوق اللي مشعوله وهي كما كتلاحظوا راها في الوسط.
صافي هي كتشقق مزيان، كنعاود نشعل لها من الفوق ومن التحت ونخليها غير واحد شوية صافي ونحيدها. بالنسبة للفرن الكهربائي بنفس الطريقة يعني بنفس المبدأ، غير هو تتكون لتحت والعافية فوق منها كما كتلاحظوا. هذا الفرن الغازي يعني النار حتى كتشقق ونعاود نهزها نطلعها لفوق العافية تحت منها تكمل الطياب، يعني الطريقة اللي هي بسيطة وسهلة. كنخليوها تبرد وكنهزوها، وهذا شكلها النهائي كيفاش كيجي، كتجي رطبة ومعلكة ولذيذة في المذاق بزاف، وفيها يعني واحد الكمية ديال الألياف اللي هي الصحية كما كتشوفوا عن قرب، ما تبالغوش في الطياب ديالها تبقى رطيبة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، تشاركوها مع الأصدقاء والعائلة، شعوني دائما بالتعليقات ديالكم. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء، مع السلامة.